مرشدي في اللغة العربية للسنة الخامسة ابتدائي، الوحدة الثالثة حول عالم التكنولوجيا، التراكيب، المفعول المطلق، الصفحة 72، أطبق. السؤال الأول: املأ شفهيا كل فراغ بما يأتي بمفعول مطلق مناسب. إذا المفعول المطلق عنده ثلاثة ديال الأنواع، إما يؤكد الفعل، معنى الفعل، أو نوع يبين نوع الفعل، أو يبين عدد عدد الفعل. إذا هنا غادي نحاول نديرو حنا ثلاثة ديال الأنواع. إذا الجملة الأولى: تطورت صناعة الحاسوب تطورا سريعا. تطورا سريعا. تطورا، إذا هنا خصنا باش نخرجو المفعول المطلق خصنا نقلبو على المصدر ديال الفعل دائما، ولهذا حتى الصرف والتحويل فيه المصدر. فرحت هنا كاين شي خطأ، دونك فرحت باستعمال الحاسوب. فرحت باستعمال الحاسوب. فرحة الناجح ولا فرح الناجح؟ فرحة الناجح. قرأت دليل استعمال الحاسوب قراءتين أو ثلاث قراءات. المهم يبين عدد الفعل. هذا دابا شنو كيبين؟ نوع الفعل. هذا يؤكد الفعل، وهذا عدد الفعل. إذا قراءتين، صافي. إذا غادي ننتقل للتمرين الموالي. ثانيا: ركب الأفعال الآتية: أحب، سجد، قاومت في جمل مفيدة تتضمن مفعولا مطلقا في صيغه الثلاث. إذا هنايا غادي نديرو الصياغ بعدا، دونك تأكيد الفعل الجملة الأولى، الثانية شنو هي؟ بيان نوع الفعل. الثالثة بيان يبين عدد يبين بيان عدد عدد. عدد الفعل. عدد الفعل. إذا هنا غنحاولو نديرو ثلاثة الجمل مختلفة. إذا الجملة الأولى اللي غادي أحب اللعب حبا. واخا فيها بس أحب اللعب حبا جما. صافي، أنا غادي نزيد نأكد لك حبا جما. دونك الجملة الثانية بيان نوع الفعل. الجملة الثانية: سجد الرجل المصلي. سجد المصلي سجدتين. إذا هنا هذه هي هنا عدد، عفوا هنا، دونك هنا هذه هي العدد، نوع الفعل غنديرو هنا. صافي. قاومت العدو مقاومة المناضل الجندي. قاومت العدو مقاومة الجندي. إذا هنا شنو خص؟ هنا خصنا مقاومة الجندي، هنا خصنا نخلقوا الإضافة باش تكونوا كنبينوا نوع الفعل. صافي، داكشي علاش زدنا مقاومة. لو كان بغينا نقولوا تأكيد الفعل غنحبسو مقاومة، ولكن غير تبغي دير نوع الفعل كتزيد واحد المضاف اليه. صافي. اذا غادي ننتقلوا للتمرين الاخير. احب اجب شفهيا عن الاسئله التاليه على غرار المثال التالي: كيف نجح بيل؟ نجح بيل نجاحا باهرا. كيف تعامل والديك؟ اذا هنا عاوتاني غنحاولوا نجيبوا ثلاثه الانواع اذا كان ممكن. إذن كيف أعامل والدي معاملة حسنة. والدي معاملة حسنة. إذن هنا يؤكد الفعل. صحيح. كم مرة زرت صديقك؟ زرت صديقي ثلاث مرات. علاش؟ لان فاش كيكون المعدود
مؤنث كيكون العدد مذكر صافي. اذا مرات مؤنث اذا هنا غنديروا مذكر ثلاث مرات. اذا هنايا بينا عدد الفعل. كيف تدافع عن وطنك؟ ادافع عن وطني دفاع. ضروري خص تحضر دفاع لانه هو المفعول المطلق. ودافع عن وطني دفاع ونجيب واحد المضاف المخلصي. دفاع المخلصي ولا دفاع الجندي او دفاع المناضل. اذا دفاع المخلصي. اذا هو نكون قد انتهينا من هذه الحصه في موضوع التركيب في درس المفعول المطلق.